اشتغل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. في البداية نختار نشكركم، نشكر الصحافة اللي حضرت معنا لتغطيه هذا المؤتمر. هذا مؤتمر صحفي منظمته جبهة التغيير اللي تطلع فيه الرأي العام الوطني والدولي على جملة من القضايا المهمة. وقبل أن نبدأ فعاليات المؤتمر، أدعو الفيدرالي محمد العابدين لإلقاء كلمة يشرف بها أعضاء الجبهة ويعبر فيها عن بعض القضايا المهمة. السلام عليكم ورحمة الله. قطعا مشرفني وكبير عندي هذا التقديم اللي قدمني به الوزير معالي الوزير محمد جبريل، وهي التكبيرة اللي كبرني به، جزاه الله خيرا من أحسن جزاء، وجزا الله خيرا هذه الجبهة هما اللي قبلوه. اللي عندي كلمتين قطعا كنت اختار اللي نقولهم مهمين عندي، اللي نقول منهم هذا الحدث اللي أخرج أول نامس هذا الحدث اللي خلق أول نامس هذه طيحت الفجر وصل بعد ما هي طوفان قز والتين ملانات من البوليس جايين لدار كهل الشيباني فاخر عمره داخلين في داره يتوطاوا فيها على فراشه يستفزوا عياله والله إنه لمكرم والله إنه لشيء والله إنه لقبيح خلطان مدى وصلت لها العينة من الانحطاط والصغر وقلت عندي اعتبار دولتها لا دولتها باطلة اعتبارها تعطي دولتها قيمة تعود خايفة وجايبة صنقة كبرها مولانا الشيباني مطروح هذا ما تعدلوا مدى يقال اسباب ذا نعرفوه كاملين اللي لاحظ القضية اللي هي ولاحظ القضايا اللي سابقهم واللاحظ ذا كامل تبراد الأخلاق
واستفزاز محمد عبد العزيز. محمد عبد العزيز ما هو مستفز ولا قادر في شيء، وهذا شاف اللي طم عنده من ذا وشح. لمنات الاولاد الاخوات الزوجه اليوم شيبان يرواقي، على كل حال هذا الحدث خلق 24 ساعة عاقب ذيك القصة حق الزلزال اللي خلقت في ذاك الزلزال اللي خلق في القضاء، ذاك الزلزال اللي خلق في لبنان، ذاك الزلزال اللي خلق ذاك النهار اللي ذم وحدين والمحامون شتهم يرقصوها مات يرقصوا لك راعين يرقصوا ليك بعد راهم بعد كل ديسان ما هو عارف اللي تلاقي يخرج شنو عند وكيل الجمهوريه ومع ذاك اللي تكلم كامل لينا جاو ذوك الابطال جاو ذوك الرجال الشرفاء ينعتوا ويبرهنوا للشعب الموريتاني والموريتاني عنهم ما هم خايفين ولا هم طامعين، وعنهم اللي عادوا خايفين عليه شمس اليوم اللي وعدنا خايفين عليه كاملين، ولا خارج حد ما هو خايف عليه. قضية محمد عبد العزيز قضية ثانوية بالنسبة لنا، نحن اليوم قضيتنا عاد قضية وجدانية، قضية الدولة الموريتانية. نحن اليوم قضيتنا قضية موريتاني، موريتاني فسدت، موريتاني ما تلات خارجة، موريتاني القيم، موريتاني الأخلاق اللي يقولوهم ويشنطقوا بها، وذا بعد اللي يقولها بعد يعرف عنه وقع هو نفسه بلا قيم وبلا أخلاق، ذا اللي رافض الخطاب عنهم هم حكومة والله برك زمن الأخلاق، هذا مات له في أخلاق، ذا ما والله الأخلاق مات له فيه، ولا تلف مشي وشنو هو قدر السميع العليم. حنا اليوم عندنا لودو الدولة، عندنا لودو الموريتاني، لودو دولتنا، دولتنا فسدت، دولتنا وفات. على كل حال باسمكم كاملين وباسم الشعب الموريتاني ذاك اللي بعد الشعب الموريتاني اللي صالح، الشعب الموريتاني النزيه، الشعب الموريتاني اللي جاد عليه موريتاني ومتألم الموريتاني ومازال يدور من هالشي، أشكر باسمكم كاملين الوزير حيمودة والرمضان، جزاه الله خيرا بأحسن جزاء. نفس الليلة اللي نهار اللي قال في ذاك الكلام في الليل قاموا عندهم الجواسيس كاملين يرصفوا ويكتبوا ويطيروا وينزلوا، ذاك فات خاض ذاك الزلزال فات خاض فوق مات الآخر ولا ثم اللي لا رجعت فيه، وإذا كان مولي ما هو حرطاني يعود عد النبي يرسل، إذا كان بيضاني قبيل هو اللي قاعد بيه اللي قال عنه هو جاهل وعنو خارجين وحدين ثاني بهم اللي أولاد وأولاد وأولاد هم اللي يعرفوا الشيء، وعن ذاك اللي فات وعدره هو مات لقد رقاش فريكو يا قاربيه اللي حرطاني ما هو مهم، كلامه ما هو مهم، ثقافته ما هي مهمة، قيمته ما هي مهمة. داني لا ننسى الوزير والخو والصديق سيدي والسالم جزاه الله خيرا بأحسن جزاء على الاستقامة، جزاه الله خيرا على الكبر، جزاه الله على خيرا على استديث الوطن واستديث الدولة اللي انقالها موريتاني. والثالث ولا يقل أهمية عند الجماعة كامل الوزير الأستاذ محمد جبريل اللي ما قط يوم من أيام الدنيا من يوم سنتات القضية اللي هي وبارك معاها ما قط ليلة من ليالي مولان رقد ولا نهار، وجاد عليه هذا المشروع وجاد عليه عن محمد عبد العزيز عنه مظلوم وعن موريتانيا عنها مظلومة، عن محمد عبد العزيز مظلوم وعن موريتانيا مظلوم. وهذا بعد اللي قالهم بعد كامل لا تعيثر ثنتين ثلاثة يقر ما متعبرة ما يقبضوها، مازالت عيضرات ثانية تطمذ وشح العياذ بالله السميع العليم.
مازالوا جايين والله ما ينجوا منهم. وجزاكم الله خيرا بأحسن الجزاء وشكرا جزيلا. إذن شكرا، شكرا للفيدرالي محمد العابدين اللي يعتبر مثال قل نظيره في الصمود وفي مقارعة الظلماء الظالمين وفي مقارعة هذا النظام اللي متبارك معاه يدمر المكتسبات اللي حقت موريتان، مكتسبات الأخلاقية والديمقراطية والتنموية والبنى التحتية اللي عدت موريتان كاملة. شكرا أيضا موصول لقادة جبهة التغيير اللي حاضرين معنا اليوم، وأيضا لذوك القادة اللي ما قد يحضروا معانا لظروف منطقية ومقبولة. هذا المؤتمر الصحفي اللي منظمين اليوم عندنا فيها جملة من القضايا اللي نختاروا نيروا الرأي العام الوطني والدولي بخصوصها، قضايا مهمة وقضايا لابد بدنا نسمعوا فيها للمواطن الموريتاني رأي جبهة التغيير. القضية الأولى هي القضية الفلسطينية. اليوم للأسف الشديد الشعب الفلسطيني يتعرض لأبشع أنواع الجرائم اللي ترتكب ضد البشرية، قتل الأطفال والنساء وتدمير مدينة تامة فيها مليونين زايد من الخرب. وهذا هذه الجرائم نحن في جبهة التغيير كما تعرفوا نشرف بأنه أول حزب سياسي وطني أصدر بيان يندد بهذه الجرائم ضد الشعب الفلسطيني ولا غرو. فالقضية الفلسطينية هي القضية المركزية والله احد القضايا المركزيه في جبهه التغيير. يا غير ملي، جبهه التغيير تستنير وتستلهم مواقفها من مواقف الرئيس محمد بن عبد العزيز، مواقف الرئيس الشريف المجاهد البطل الذي يعرف كل داعم للقضيه الفلسطينيه بأنه هو أول رئيس طرد الكيان الصهيوني وطهر هذه الأرض. طرده في ظروف مماثلة، أيامها كان الأطفال والنساء كانوا يقتلون في مدينة غزة. هذا الموقف اللي عند الرئيس محمد بن عبد العزيز موقف ثابت عند الجبهة، هو بنا متضامنين وواقفين إلى جانب الإخوة في فلسطين، ونعتبر أن الجهاد الذي يقوم به الشعب الفلسطيني والمقاومة هي مقاومة شرعية للدفاع عن الأراضي الفلسطينية. ونشجع كل الحكومات الغربية والعربية التي تقف إلى جانب الكيان الصهيوني مهما كانت، تقف إلى جانب الكيان الصهيوني بالموارد المالية، تقف إلى جانب الكيان الصهيوني بالأسلحة التي تقتل الأبناء الأطفال والنساء. هذه الحكومات اخترقت القوانين الدولية ولم تعترف للشعب الفلسطيني بحقه عن الدفاع عن نفسه. إذن نحن ضد هؤلاء ونندد ونشجب مواقفهم الظالمة للشعب الفلسطيني.
نحن نقول أن الشعب الفلسطيني له الحق الكامل في أن يستعيد حريته ويحدد مصيره كباقي الشعوب العالم، وهذا طبقا للقوانين الدولية والقرارات التي اتخذ مجلس الأمن 1967 بإنشاء دولة للشعب الفلسطيني تكون عاصمتها القدس. هذا هو موقفنا، هو اللي ما نمتحركين عنه، ونختلف هذا المسار تلبية لنداء الرئيس محمد عبد العزيز بنا نطلب من الشعب الموريتاني كامل الصادق بأنه القضية يقبض على محمل جد، إنها قضية مهمة جدا، لأنها قضية مصيرية جدا بالنسبة للأمة كاملة، ما هو لا بالنسبة للشعب الموريتاني، وبنها يالتها تعود أولوية بالنسبة لكل فرد من أفراد المجتمع الموريتاني. هذه هي رسالته اللي دعانا بأن نوصلها وبأن نتضامن معهم وبأن نوقف معهم. لا هي من اللي نختار نشكر ذوك المناضلين كاملين والمناضلات والمواطنين الأحرار اللي نلقاهم دائما واللي جزاهم الله خيرا يدعو بدعاء صالح للرئيس محمد عبد العزيز، واللي كيف انهم فهموا لماذا الرئيس محمد عبد العزيز يتلقى كل هذه الاعمال الانتقاميه وكل هذا الظلم، لان الرئيس محمد عبد العزيز حقا هو رئيس وقف الى جانب الحق في كل مواقفه الدوليه، وهذا مكلف، مكلف له كرئيس ومكلف لنا كشعب، ولقد تحمل ابان رئاسته للجمهوريه كل التكاليف التي يجب أن يتحملها من الصهيون. نظام الصهيون موجودون في كل دولة وفي كل مكان، أعداؤهم يرهقونهم الصعب، وقد تحمل الرئيس محمد عبد العزيز إبان حكمه كل المصاعب حتى يضمن للشعب الموريتاني إرادته في طرد السفير الإسرائيلي من هنا، ولم يرضخ مدة كل تلك السنين إلى أن يعيد فتح السفارة أو يطبع مع الكيان الظالم. وإذا كان التطبيع اليوم تقاعس في العالم العربي، فإن للرئيس محمد عبد العزيز دورا بارزا في إحباط عملية التطبيع مع الظالم. هذا النظام استبدادي اللي في إسرائيل، نظام استبدادي وظالم، وارتكب جرائم حرب، يالت العالم كامل يحاسب هذه الطقمة الحاكمة من صهيون واللي دعمهم كاملين من الحكومات في العالم، يالتهم يقدموا المحاكم ويالتهم يدانوا بجرائم ضد البشرية. الرئيس محمد عبد العزيز يتعرض كما تعرفوا كاملين من 2019 جملة من المضايقات والتنكيل والانتقام ما قد تعرض له أي رئيس موريتان، وسبب بسيط، السبب به أنه اختار مواقفه، اختار شعبه، وهذه خيارات مكلفة حد لا هي يتحملهم لابد من يدفع ثمن غالي. هذه الطقمة الفاسدة، هذا النظام اللي قالوا نظام الرموز اللي انتهك الدستور وانتهك القوانين من 2019 لين اليوم، مازال عاجز لين اليوم، لين شمس اليوم، عن نجيب دليل واحد ضد جميع التهم والشائعات التي أطلقها في حق الرئيس محمد عبد العزيز. هي إذن عملية تصفيه حسابات سياسية. لا يذكركم بعض النقاط لعله تعودوا نسيتوها من 2019 جايلة. اختار نقول لكم بأن 2019 قالوا لنا بأن الرئيس محمد عبد العزيز بأنه لا يعد انقلاب موريتان، ولين ذيك ذاك الشعار ما قدوا يذبتوه طاروا على جزيرة تيدرة وقالوا أن الرئيس باع جزء لا يتجزأ من أرض الوطن، ومن ثم عجزوا وانضم طاروا على الأكياس المكيسة من الذهب ومليارات آلاف المليارات من الدولار. هذا كامل
ياكاش ياك يكسروا صورة هذا القائد العظيم عند الشعب الموريتاني. الشعب الموريتاني اليوم شاف عمل الرئيس محمد ولي عبد العزيز ومواقفه، وشاف عمل نظام الرموز واللي تابعوا من هذه الأحزاب، يسوى كانت من الأغلبية ويسوى كانت من ذيك اللي من ذيك الأحزاب اللي كانت معارضته هو، واليوم تقول بينها معارضة. هي ما هي معارضة للأسف الشديد، هي فقط تبتز النظام من أجل مصالح ضيقة. إذن الشعب الموريتاني شاف هذه المجموعات كاملة، ويعرف كل مواطن موريتاني بين هذا 4 سنين اللي شفنا من نظام الرئيس محمد ولي الشيخ قزواني بينهم 4 سنين من الفشل، الفشل في تسيير مؤسسات الدولة، العطش، المدن عطشانة، نواكشوط عطشان، كبريات المدن والقرى والتجمعات السكنية عطشانة، الكهرباء انقطاعها تنقطع يوميا عن المؤسسات وعن الأسر، والكوارث عن اللي تسبب في انقطاع الكهرباء مكلفة بالنسبة للاقتصاد خصوصا للأسر وللمصانع. مؤسسة موريتانيا للطيران، كل المؤسسات التي أنفقت عليها الدولة وسهرنا على بنائها، سهر الشعب الموريتاني على بنائها، تم تحطيمها الواحدة تلو الأخرى من طرف نظام الرموز، حطموها بالفساد بالمحسوبية، حتى صيانة هذه المكتسبات لم يستطيعوا صيانتها. إذا كان اليوم نواكشوط في عطش، فالسبب الأساسي هو عدم الصيانة وعدم الاكتراث بهذه المؤسسات اللي هم شريان الحياة بالنسبة للشعب الموريتاني. إذن هذه المجموعة اللي حاكمة مجموعة من المفسدين غير قادرة على أداء أي مهمة تخدم الشعب الموريتاني، اشتغلوا لا رجوعهم. والدليل بسيط، ميزانية الدولة الموريتانية ضاعفت في نفس الوقت اللي الخدمات تراجعت. هما كل خرجة يفتخروا بمدرسة وأقسام بناؤهم، نختار نقول لهم بأن اليوم حجم الاكتظاظ في المدارس الابتدائية وفي الجامعات غير مسبوق. ولاني ما قلت حد كذبني، حد لا يكذبني، يقيس أي مدرسة والله يقيس أي جامعة ويخرص الأقسام اللي فيها، اللي ما يجبرهم قاصين من التلاميذ يعرف بينهم يعرف نقول باطل اللي قلت ما هو صحيح. إذن ذا اللي بتنا كامل ضعيف مقارنة مع ذا اللي كان يلتو عدل، وهذا هو الإنجاز الوحيد اللي يحسبوهما بنهم عدلوا. ما عدلوا شيء سوى هو شنو، ما في مشروع واحد لا هي في 28 قد عدوا له هذا شنو، هذا جسر ينقال جسر باماكو، هذا ما هو أولوية، ما عنده أي قيمة بالنسبة للأولويات اللي مطروحة للشعب الموريتاني. إذن جميع الميزانية الدولة تم توجيهها شور تسير، وهذا قلناه مرات وكررنا من النهار الأول، ياكاش ياك تمشي قايس جيوب المسؤولين والسياسيين، وتم تقسيم هذه الثروات بتعادل بين ذوك اللي في الأغلبية وذوك المعارضة اللي ساكتين والصحافة، وتم تجويع الشعب الموريتاني. نختار نقول هاي السنوات 4 أيضا كانت سنوات من الترهيب، ترهيب المواطن الموريتاني والترغيب، ترهيبه باش، ترهيبه بالسجون وبالاعتداء الجسدي، شفناها في الزويلات، وشفنا العلايات في تطف تفيريت، وشفنا الشباب في تطف ركيز وفي كل بليدة، وتم سجن هذا الشباب. هذه السياسة الهدف منها هو إسكات الرأي الآخر، هذه الحكومة ما دور حد انتقدها، وانتقادها بالنسبة لها جريمة، لذلك سنوا قانون الرموز. ونتيجة شنو؟ نتيجة بأن ما تات عندنا صحافة قادرة على أن تعدل تحقيقات وبنت تنتقد الحكومة، مات للشباب الحر اللي أصلا هو الرافعة الحقيقية في المجتمعات كاملة، مات لقد يتكلم، هرب اللي منه بقيس كرامته، هرب شوار أمريكا. الهجرة كلفتنا آلاف شباب موريتاني الزين اللي مشى ياكل صون كرامته، مشى راهو لكم يقد تختطفوا عصابة في الطريق، وتكلف ياسن منال يا قاري اختير يمشي صون كرامته، لأن الحال مات لقد ينطاق هناتيها. لأن نحن في الحقيقة قدام نظام ظالم ومتعدي للدستور، وتعدى على القانون وتعدى على الشعب. هذا شو ينتج عنه؟ ينتج عنه تفشي المحسوبية، وينتج عنه الفساد، وينتج عنه النفاق، بأن ربوا أولادنا على أنهم عدوا منافقين، ربوا أولادنا على عدم حب الوطن. نحن الصبح
بأي طريقة اللي يعود عندنا جيش قوي، إلى عندنا أولادنا ما نربهم على القيم الفاضلة، إلى عندنا ما نربهم على أنهم يلتهم يبذلوا مجهود إياكب وطنهم، لنعود نحن المثل الأعلى اللي نعطوهم هو الفساد، هو الانحطاط في الأخلاق. ذا معناه شنو؟ وهون اللي نتكلمت عن الانحطاط نختار باسم الجبهة ندد بهذه العمل الانتقامي اللي قام به نظام الرموز في حق الشيخ عبد العزيز ولد علي اللي جاوه في طيحة قال الفدرال دينيئة ورخيصة شجبها جميع الشعب الموريتاني. نحن بدورنا أيضا نشجب هذا النوع من التصرفات اللا أخلاقي واللي ينم لما نبقوا التركة يسمعوه صغار، بين الليلين يسمعوه التركة صغار لا يقولوا من هذه الناس اللي حاكمة بينها ما عنده أي مستوى من الأخلاق، ولا هي كبروا على تدمير على منظومة أخلاقية فاسدة. لأن نحن ذي النظام عندنا داخلي منه مشكلة، ما هنو بدد موارد الدولة ودمر مؤسساته يقير ملي المنظومة الأخلاقية للمجتمع الموريتاني نتبارك معه كسرها. رئيس محمد ولد عبد العزيز إلين اليوم مازال متحديهم. ذا اللي وعد اليامس لعبد العزيز ولد علي هو نفسه اللي متباركين معاي عدلوا له من الجدار 4 سنوات، كسروا دياره وكسروا سياراته وكسروا ماشيته وكسروا اللي يملك من المواد ودمروها. لماذا؟ إياك انتقموا منه. هذا الانتقام بالنسبة لنا نحن نصر، لأن الثبات في المعارك هو الدليل على النصر. ورئيس محمد ولد عبد العزيز من انتصر عليهم؟ انتصر عليهم به اللي عدنا من العمل الموريتاني مواقفه مازال قالبهم يلحقوا 0.1% من العدل. منتصر عليهم بأنه كل نهار عقب نهار تزداد شعبيته ويثبت لكل موريتاني بأنه كان رئيس حقيقي وبأنه كان يحارب المفسدين. وانتصر عليهم بأنه ظهر بأنهم هم اللي كانوا مفسدين وبأنهم كانوا يدوروا فرصة يقبضوا بها أموال الدولة وبأنهم جبروها والصحة لهم فيها. إذن رؤية الرئيس محمد عبد العزيز كانت صادقة 2019 إلين اللي انحرف الرئيس الحالي عن المنهج وعن الطريق السوي ومشى في الطريق اللي ما تخدم الوطن. وهذا هو السبب الرئيسي بأن قبلنا موقف من هاي الكيكلة، وإلين قبل منها موقف قالوا له أي ما أنت الصاع لسياستنا وتمشي معنا والله تمرق السياسة ما هم مات إياها أي مجال آخر. قال لهم بأنه هو ما هو مارق السياسة وبأنه باقي فيها وبنهم اللي عندهم يعدلوه. قالوا له لاهي نقدموك المحاكمة ولاهي نكمبوا عليك اللي قدنا نكمبوا لاهي ندلوك في الحبس. قال لهم عدوا محاكمتكم. وكلمته الشهيرة اللي دائما يقول بنها لاهي يوقف عليهم ذا كامل لا يخلي. نحن اليوم شفنا بنهم هما دفعوا وقاسوا البرلمان وعدلوا لجنة. هاي اللجنة اللي وعدلت مش اللي نافق من الواقش كامل واللي تبعية النظام ودفعوا صوت عليها، ما تقيب عن احد يكون العاد نايب ولا اثنين. هاي اللجنه اللي عدت وعدت التقرير اللي نجي لوزاره العدل، وزير العدل اللي باشر الملف شاف انه ملف سياسي انتقامي بانه لا يرقى للنظر فيه وخبر فيه رئيس الجمهوريه. اللي خبر به رئيس الجمهوريه قال له بان هذا ما هو وطني ولا هو قانوني، والماده 93 تحمي رئيس الجمهوريه وبأنه ما فيه الملف ما فيه أي شيء سوى وشنه يقدر يخرج عليه السكوت. اشتعرفوا اش عدوا للوزير؟ الوزير تم إقالته في نفس النهار والله في نفس الأيام اللي قال فيها هذا الموقف. ده معناه شنو؟ أنا نحن لاهي نحبس الرئيس محمد ولد عبد العزيز لاهي نحبسه. لماذا؟ لأنه واقف مع الشعب الموريتاني ضد نحن، وإذا نحن ما لنا قابلينه. نحن هم اللي عنده السلطة وعليهم صاعنا. نحن صمانا مصاعين لكم. ما لنا مصاعين لكم بين اللي ثابتين على مواقفنا شي صالح الموريتان. ذوك هو دور تعرفوا الناس كامله وشي خاسر دور تعرفوا، وثبت اليوم بالكم اللي مشيتوا فيه بانه خاسر. وفاز الرئيس محمد عبد العزيز رقم الظلم اللي عدلته له كامل بانه كذا كان عدل هو اللي صالح بكم انتم اللي عدلته هو اللي خاسر. اليوم نختار ان مره اخرى نشكر جميع الوزراء الزملاء اللي مشمولين في الملف
والله ما هم مشمولين فيه، اللي كامل يوقفوا مع الرئيس محمد بن عبد العزيز وشهدوا له شهادة هما معدلينها لله، معناها ما فهم حد خايف ولا فهم حد طامع شي سوى شنو عند الناس. يا غير الوطن يتطلب منه مواقف تحمي الوطن. هذا القوم اللي متباركين معاه دمر الدستور ودمر القوانين، ولات لي فيه كبير ولات لي فيه صغير، والفساد انتشر ومؤسسات الدولة انكسرت والجيش ضعف. الأخبار عندنا كاملة، الدول كاملة اللي في الجوار منعت جيوشها وعاد عنده جيوش قوية، واليوم نحن أصبحنا محاصرين محيطنا وجوارنا، وهذه قضية خطيرة جدا، لأن نحن ماشيين في طريق خاسرة. ده هو اللي قلنا 2019 وقلنا 2020 و 2021 وقلنا 2023 22 ومكررين 2023، ومتأكدين بأنه إلى تم الحال ماشي كيف تتدهور لا يتم ماشي. دي الصيفة نواكشوط بعد أن ما شربنا، أسك الصيفة الجاية ليعود المخالق قاع والله ما هو خالق. إذن هذه الوضعية اللي يعيش الشعب الموريتاني هي وضعية في تنازل خطير جدا، في تراجع خطير يسوص في مجال الحقوق، مجال الصحافة، مجال الحريات. اليوم ما تلقى برلماني واحد يتكلم، لأنهم مشاو رسالة واضحة للبرلمانيين. هذه المؤسسة الكبيرة تم تدميرها، شنو فايدة البرلمان اللي يقعد ما يقدر يراقب العمل الحكومي؟ شنو فايدة البرلمان يقعد ما يقدر ينتقد الحكومة؟ شنو فايدة ما يقدر يعدل القانون؟ القانون يقعد اللي ما يقدر يوضحوا أوجه الاختلال فيه بكل شجاعة وبكل صدق، لأنك تتمثل الشعب الموريتاني، شنو فايدة التكماتية؟ لأن نحن المؤسسة اللي قال البرلمان تم تدميرها نهائيا. الرسالة اللي مشاو البرلمان بن حد منهم تكلم في شيء ما هم مونك عند الرموز، بنوا له يدار في السجن وبنوا له يتم الانتقام منه. إذن هم اللي ما نعرف كان البرلمان اللي هي قبل التحدي والله ما يقولوا، قال بعد نتأكد من ما تلقي تحدي يتكلم يسوى منه يكون حد عاد مستعيد بأنه يقيس السجن الصبح بينهم. اللي معدل المادة 50 هو حقيقة الحطاب اللي قالوا النظام الديمقراطي، ويالت الشعب الموريتاني كامل يرفضوا، يالت الشباب الموريتاني. وراني بالمناسبة نحيي الشباب الموريتاني في الداخل وفي الخارج، خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية اللي يشتغلوا على توعية الشعب الموريتاني. هذه دولة، دولتنا كاملين، ويالتنا كل واحد منا يتحمل فيها مسؤوليته، يعرف بنا اللي عدنا ضعاف ولا اللي عدنا بنا تخلف، بمسؤولية كل واحد منا. الرئيس ما هو أكثر مسؤولية فيها من نحن. بالتالي شي كامل صالح يالتي تم نقول بأنه صالح، وشي خاسر يالتي نصدع بأنه خاسر وبأنه يالتي يوقف. به اللي مسؤوليتي ومسؤولية الناس كاملة. إذن هذه النقطة اللي تتعلق بالرئيس محمد بن عبد العزيز. نختار فقط نقول بأن جاب التقرير موقفه ثابت من ملف الرئيس محمد بن عبد العزيز، وتعتبر تصفية حسابات سياسية وعمل انتقامي مخصص به مستهدف به الرئيس محمد بن عبد العزيز. نشجبها ونندد بها ونرفضها. وذي المحاكمة كما تعرفون محاكمة سياسية لا طائلة من ورائها ولن تؤتي أي نتيجة. والزلزال الذي أحدث الأسبوع الماضي في المحكمة نسفها وعن بكرتها بها، وبالتالي نظام اليوم هو في حالة معنى زاد يرثى لها، بمعنى أنه انكشف وجهه الحقيقي، خصوصا بعد الانتقام من والد الرئيس محمد بن عبد العزيز. انكشف وجهه الحقيقي وظهر أنه نظام ضعيف غير قادر على مواجهة الرئيس محمد بن عبد العزيز سياسيا، وغير قادر على تحمل مسؤولياته في حماية الدستور وفي حفظ القوانين وفي تأمين معاش المجتمع والشعبي وتأمين المواطنين. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله. أعطي الآن الكلمة للبات. تفضلوا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أنا بدوري شاكر الجبهة اللي تحت هذه الفرصة على اللي نجي نساندها ونساند الزعيم محمد عبد العزيز. فالظلم اللي معدل له
واللي أهل موريتانيا كاملة اليوم عرفت عن الزعيم محمد عبد العزيز إنه مظلوم، وبنهم طالبة بأنه ينطلص، وبأن ذي المسرحية اللي مبارك معها إنها تخلى، ولان قد يكون نضامن مع أسرة أهل علي على الفعل اللي قريب على أخلاقنا، يكون عود نضامن معها. فهذا تحدي للوالد والأسرة. يغير ملي ما نقد هون منين ريت فرصة إن الرئيس محمد الغزواني اللي تقدم برنامج زين حتى وشفناه كاملين، غير ما صابلوا به محاكمة محمد عبد العزيز، غير عدل بعد شمل الأمور أخر ما هم من برنامجه، وهذا ينحسب له وإحنا لابد أن نحصه. لولا منها اتفق ريشو بأنه قد يفصل مع صاحبه على صاحبة 40 سنة مدة 3 أشهر، فتصل معاه اللي ينزرقوا عنه على زر وحبسه وانفرض بالسلطة وحده. هذا ياسر من اتفق ريش، وياسر قاعد أنه يعطينا إحنا مولي سنة بأن أصحابنا ما فرص علينا أنتم ولا أصحابنا، وإيهم مولي نقول نفتصر معاه لا نفتصر معاه بدون سبب، وهذه السنة لا لباس بها. يغير ذاك اللي عدل محمد عبد العزيز اللي كان هو مصحب هو علي، والناس اللي كانت ضد موريتان المرقب وكانت تجيش الناس دول موريتان ومتباركة مع الهيئات الدولية ضد موريتان وصدروا أحكام ضد هون وموريتان، اعفهم اللي هو عنهم وجابهم وجاو كزعماء وجاو كأبطال، ووفر لهم اللي من الإمكانيات من الخزينة اللي عادوا كلهم اللي جاب دخلوا في موريتان تنقلع منه 50% من الديوانة. هذا بعض اللي هم كبضوا إياك يتحموا معاه على محمد عبد العزيز. النقطة الثانية زين عندي بأنه ذا بعد ابن الفضة وفسد في موريتان الجيش ما أجبر منه شيء، سلكوا منه المعدات وزار عنده ولاوك المعدات اللي سر محمد عبد العزيز وكونوا بهم وداروا بهم. يغير بعد يا الله يعود هذا الجيش القوي اللي ملال من المهندسين ومن المفكرين، على الأقل ابنه ما أعطتهم الدولة الفضة باش يسلحوا، يعودون طالبي منهم يعودون كيف هذا رجال المقاومة في غزة اللي عدلوا الصواريخ من بطة قرولي وبطة تماتة اللي يأكلوا عاد وقالبين بهم إسرائيل أمتن جيش في العالم، على الأقل يعتمدوا على هذا. يغير ملي شاكرينه على زيادة البنزين ب30% اللي زادوا 120 وقية لتر، كان ينزاد المواد الغذائية، ينزاد مارو، ينزاد دلوين، وينزاد السكر، وتعار البضائع كاملة المهمة. هذا إنجاز لباس به. غير ملي زين عندنا خارج من الخلق هون كانوا مرطنا في مبديات هاو داينات الشيخ رضا اللي بطوهم ودقدقوا كرعيهم وصيقانهم وزرقوهم في الأحباس إلى ما تابوا قدوا يتكلموا لا تينا سامع نحسهم. هون ياسر من الإنجازات الكبرى منها قانون الرموز اللي ما تعطي فرصة لحد يتكلم يسوه منه، لا بقى قاعد نايب ولا بقى قاعد صحافي ولا بقى قاعد شخصية وطنية. اليوم هذو ما تلاقوا خالقين ورانا بعد من هون شاكرين محمد عبد العزيز على الندوات اللي كان يعيط للصحافة ويتحاور هو وهوما ويتخاطى هو وهوما، وعود ذاك ما أكبر عنده من قدو ألا يوفى عنده ذاك ولا يبقى شيء ما يقولوه له ويجاوبهم. احنا اليوم الصحافة ما فيها حد قد تطرح سؤال على محمد الغزواني، ما الله منين عود يتكلم الشي قيس فرنسا، احنا بعد فرنسا والله ما تينا مرقين في شيء، والله منين نحكم ما تينا نقول كلمة واحدة من الفرنسية ولا حرف واحد من الفرنسية هون. وهذا الإذاعات الفرنسية والتلفزيونات الفرنسية يقولوا له عن الشعب الموريتاني ما يصنت لهم، الشعب الموريتاني يصنت تلال المنصات وذي اللي يقولوا هو الموريتان والمواطنين فيه، وبالتالي إلى عاد مشي لهم رسائل لهم ما لحقوهم. الكلمة الأخرى بعض النقاط اللي نختار بعض نخض عليها بصفة عجلانة،
أن ذاك عدم التدخل في الحدود الموريتانية اللي انكتروا عليهم، انكتروا فيهم المنمين وانكتروا فيهم المنقبين الموريتانيين اللي مات منهم في مالي ومات منهم على حدود الصحراء الغربية قز اللي ما أتكلم فيه ما هي لا حد يخليهم عنه توب لا كشبة. فما هذا الابتعاد من خطة التعليم اللي كان متبارك معها محمد عبد العزيز والجامعات ومدارس الامتياز اللي مرقوا هون مئات على مئات المهندسين كلهم يمرق عنده 3 شهادات من مهندسين وذا هم مطالبين في الخارج وكثريتهم قاس الخارج. توقيفهم توقيف هذه الخطة لا يدعم قطعا عنه هذا النمط اللي واحد فيه هو للتعليم ومدرسة الجمهورية اللي ما يخالقه. نختار اللي يتكلم عن بعض من المؤسسات كيف شركة سوماغاز اللي انباعت. لماذا تنباع شركة سوماغاز؟ وإحنا قاصرين تباركوا معانا نجوه وفاصلين فيه الناس كاملة وفاصلين في سرايك للدولة يعودوا يقسموا يغير يقدوا عليها اللي عنه لا في طار ذاك ذيك الفكرة من قد كان الأسعار يعاروا على المواطنين كيف ذاك يعدل البنزين منين وعارهم يعارهم اللي قاص منين عاد انباعت الشركة الوطنية. نختار نذكر محمد الغزواني بأنه شركة سوني مكس اللي قال عنها قفلها محمد عبد العزيز ولا يفتحها هو إياك يهون عليه الناس وانفتحت غير ما قط انشافت ولا قط سمع حد عنه ولا قط جابت كيل من فريق. صيانة المؤسسات ما نقدر نتكلم عليها بي اللي تكلم عليها الوزير ولا نتكلم عن تهجير الموريتانيين الشباب خيرته الموريتاني زبدته الموريتاني اللي قرات ومزاد صحيحة وشابة وطامعين فيها بأنها تنهض بالدولة مشات من بين يدينا بين اللي خافت من تموت بها الجوع ولا جبرت فرصة وراعي ذيك قبلتها دولة أخرى ما هي زقلة فوقية ما يمكبرتها ولا قراتها ولا أعطاها لهم ولا نتوه ولا تصبح عندها شمل لطور تشتقى لها وتترمي لها. النقطة التالية اللي نتكلم عليها نختار نفسرها للناس كاملة اللي قالوا اتفاق الميثاق اللي الناس ما تعرف هذا اتفاق اللي عدلت الحكومة مع أحمد دادة ومحمد مولود. هذا الاتفاق هاول قوم انفقعوا بهم انهم ما جبروا شيء وشو ساهم ينفقعوا هم عندهم خطة مع النظام على تصفية محمد عبد العزيز ومنين وفاتي الخطة النظام وفى منهم ما تلا عنده شيء مستعمله فيه ولا يسبروا شيء وزرقهم عنه يغير خايف من تكشف ذا الأمر وذا الاتفاقية بينهم رانا احنا بعد معلمينكم بها ذا الاتفاقية هي باطل اللي وساهم يعيطوا لهم اليوم ويبين تروهم ويقعدوهم القدام عند حفلة اللي عدلوا في دار النعيمة افتتاح المدرسة الجمهورية مقدمينهم القدام وداروا النواب اللورة اللي زرق لهم الشعب وما اللي ما زرق لهم حد دارهم القدام. والنقطة الثانية في نفس النقطة لقضية اتفاق الميثاق ان اللي قالوا المعارضة مرقت لهم معارضة اخرى والله يتمرق لهم معارضة ماتوا متحكمين منها والله قدوا ما يتحكموا فيها وعادوا يختاروا ذو الوجوه اللي فاتوا تعاملوا معاهم ذو الناس اللي متعاملوا معاهم لا يدروا. السلام عليكم ورحمة الله. هذا اللي يتكلم المختار محمد الكوري الملقب بالباشا عضو المكتب التنفيذي المكلف بالمالية والاقتصاد والحكامة الرشيدة. على كل حال احنا هذه هي أول خرجة عدلناها عدة خرجات إن شاء الله لا يعودوا ينقالكم برنامجهم في وقت لاحق. يقر احنا وجودنا اليوم يطرح عدة تساؤلات. احنا شجمعنا امام الرأي العام ونعود نخاطبوه
وشم موجودين هم بسماش. احنا الجبهة جبهة التغيير الديمقراطي هي شمل الناس المناصرين للرئيس السابق محمد عبد العزيز، وكلها جاي اللي كان معارض واللي كان جاي من بلاد اخرى، وعندنا نقطة واحدة هي اللي اتفقنا عليها واتحدنا عليها مع الرئيس السابق، هي شرعية الانجازات اللي عدلها العشرية الماضية، واللي قال الوزير سيدي والسالم عن اول مقابلة عدلها عن النج مستمر، وهذا هو اللي كنا مواسين عن على الاقل لا نفس النش، لان ما تغير شيء يكون ان احنا بعد تكلفنا ان لا انتم داعمين الرئيس وكنا معارضينه، ووحدين اخرين ما كانوا يعدلوا السياسه الا بالنسبه لنا اني نظلم، ولا ينقول هون ولا يتعود لاول مره يعود معارض ينصح مدى حاكمه. احنا لابد احنا ما بيناتنا شيء، هاي الدوله دولتنا كاملين، ونختاروا لا ذاك اللي لا يقدمها، ونختار لا ذاك اللي لا يعود فيه الى خير. لا نقول لفخامة رئيس الجمهورية عن المعارضة، خاصة ذيك اللي حقيقية، ما هي ذيك اللي معروفة سابقا، عن لا نعود ناصحين لفخامته، لأنه احنا هذا الجهد اللي يتكلم مارك دعمناه كامل، اللي دعمه من اخلاق الرئيس السابق محمد بن عبد العزيز، وانا دعمته اني سمعت خطابه الاخير في نواذيبه، خطاب فخامه رئيس الجمهوريه الحالي، اذا عن اني نشد له بذاك من الشد للرئيس السابق بذاك من القيم فيه، قطعا اني دعمته من اجل ذاك البرنامج انه يتابع فيه. اذا لا نقول له عن هذا وقت الحصاد، وقت الحصاد ما هين على دروس، بعد 4 سنين لا ينخرصوا الحصيله هي شنو هي. أنا ماني متكلم على الاقتصاد، ومعروف عني من ناحية أخرى فكيف أنا فساد، نتكلم عن الفساد كامل، وكل وزارة تعرض ذاك اليوم من الفساد، يقال ما له وقته، احنا عندنا مسألة أمتن من له وأهم من له، لا نقول الفخامة رئيس الجمهورية ومن يهمه الأمر، عن هذا وقت حصاد ولا يقدر يقاش يجيب الكذب. هاي الخلطة اللي تلحق لك، عرف عنها ما قالت لك شيء ولا نصحتك. الناس ما هي مصنت الشيء يسوى هو شنو هو ما فات قبل ملف الرئيس السابق محمد بن عبد العزيز. هذا الملف اللي كيدي، هذا الملف اللي ما اسس عليه شيء، حد ما فات قبل وعاد ما تلا حد مسؤول عنه. وبالمناسبه كمعارض لاني نطلب من فخامه رئيس الجمهوريه ان يعاقب هاي الناس اللي دخلته بهذا المزاق، لانها ما هم اللي قد المسؤوليه. واحد لا يعدل مسألة ويصورها، يعدل لها إخراج محبوك. احنا كمواطنين اللي نجوا للمحكمة ما نقدون نمضوا فيها الساعة، لأن هاي كانت صارت تعود محكمة القرن، وكانت لا يجيها الناس أخرى كاملة، يقنين على تمازل مسرحية سيئة الإخراج. لا نقول لفخامة رئيس الجمهورية يعني ما مصنت لحد شيء، لا للي لا يقدم في الاستقلال ولا ذيك الإنجازات، عندنا مسألة واحدة هي عن الرئيس السابق محمد بن عبد العزيز، اقل اللي قد يعود يسالب هاي الخرطه اللي اصدقائه واللي نفس النش عنه يرفع عنه الظلم، والشعب الموريتاني دول عود الله مسامح. خالقه قضيه هي المحكمه، الناس اللي اصلا بوبولها وعدلوها مسرحيه، تعرفوا ذاك اللي قالوا فيها؟ احنا اللجنه البرلمانيه أما الول الواقف يكواها عندي فوق فيديوه، مثلا عندي الوقت كنت نصند نسمعها لكم. أما لو قال عن الرئيس ما عنده فيه قا أخبار يسوى شنو هي، وعن القضية قضية كامل اللي قال أنتم ما تعرفوه. أما لو قال عنه ما هو مسؤول عن حاميته المادة 93، هي مادة مفسة كانت أصلا سابق هاي المهزلة والمحاكمة اللي لا تعدل، وأنا لين ركز على المحاكمة بما أني أكلف وكليت عن نتكلم على قضيه سياسيه، ماني داخل قاعد بكم المسائل، لان احنا عندنا مسائل ما نحلوها، ما انا واعد نشوخها، ما انا لين تبغوا الشعب الموريتاني راهو قال كلمته بزياره الرئيس لنواليبو، وزيارته اللي كان ماشي بيش روسو، واللي مغرش عن السلطات راهي فهمت ذاك الخطاب، لانها منعته من عدل المهرجان في روسو، واللي كان لا يعدل جميع مدن موريتانيا. يعني احنا كمواطنين موريتانيين كل فناء، انا اتصل علي اسم الناس لا يتكلمون على لا على ذاك الجانب، بعض اللي اتصلوا علي به قضيه محمد بن عبد العزيز اني ما توفى
توفى هي مهزلة مسرحية، يعود رئيس يحاسب على تسيير تسيير شمل الوزراء، لكم هم الآمرين الناهين في الوقت الحالي، هذا ما يتواسى. واحنا كمواطنين موريتانيين طالبين من الرئيس الجمهورية مسألة واحدة، يحل عنا قضية هاي المسرحية السيئة والإخراج، ولا نقول عنها لا تسجل تاريخيا على الموريتاني، أنا قط خرقت فيها محاكمة لرئيس احكم موريتانيا 10 سنين انجز ما امكنه ان ينجز على ارض الواقع، لك هو شاهد على عصره، وعنه عادت مهزلة كيف مسلسل تعود اخراجه سيء. لا يتم الناس متابعتوني تعود الحلقة الأخيرة اللي تعطي ثمرة ذاك الأخ كامل يعود ما هو على مستوى حتى هذا اللي لا يخلق إلا اللي بقاوا يحكموا عليه 100 سنة. راني هون ماني طالب 20 سنة، طالب هي مسرحية عاد يكبرتوا هذا الباقي، ما هي ما هي قانونية اللي عادوا باقي يديروا 100 سنة. يقال نقول عن الشعب الموريتاني هاي القضية ما تدخل راسه، ولا هم الصمت الحد، ولا يستفى فخامة رئيس الجمهورية أنه لا يرجع الصمنقلية وعد الشعب الموريتاني دور ذيقته من جديد. أنت يا فخامة رئيس الجمهورية مع كامل الاحترام لك، هذا معارض لا يصحك. هاي الخلطة اللي كانت يامس تتباكى على محمد ولا عبد العزيز، الدور يعود عدل له منظر ثالثة، الدور يعود مليك، هاي هي اللي ظهرت مزربة بيكم يا فخامة رئيس الجمهورية، ولا هي لا تنفعك في الصبح ولا النهار الآخر عن تجيب الرقاج وقال. احنا ندور الشيء ينفع دولتنا، جاي نقاص نختار نعود همات هدوء سياسي بما في كلمة من معنى. هاي لا ار اف دي ولا اي اف بي ولا وحدين اخرين، ما في واحد يزرق للشعب ولا كوار كلمته. والانتخابات القادمة احنا تمركزنا كجبهة مع أحزاب المعارضة الحقيقيين اللي عندهم برامج يدافعوا عنه فيه مصلحة للشعب الموريتاني والمواطن الموريتاني. خلاص الأمر احنا ما عندنا ياسم الوقت، لا نقول عني كان عندي مواضيع نتكلم فيهم، لا نقول عن الجبهة حزب طرحنا لكن اللي ينطرح كامل عنده السلطات المعنية، ونحانوا كي ياسم الأحزاب الأخرى، ولكن احنا نهجنا وتوجهنا توجه المعارضة الناصحة، يقال ما دين اليد للتعاون مع كل حد يبقي مصلحة موريتانيا، لان هاي تراب الداخل ما عندنا بليده وعدينا، ونعرف من مصلحة دولتنا العزيزة عن هاي قضية المسخرة، هاي المسرحية السيئة والإخراج اللي مبارك مع تعدل الرئيس السابق محمد عبد العزيز، انا لا تكلاسة سان سويت. ما يلا قاعد ثلاثه دقائق يوم الصبح يوم الاثنين مرات يعد فيها الشيء، هذه ما لا هي تسوق ولا تقدر تسوق، والناس اللي لا يسوقوها قولوا لهم عن شيء على فم اشكار يعيب. والسلام عليكم ورحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، راني نسلم عليكم كاملين، وما شاء الله ما خلاو الاخوة مرافعات بمداخلاتهم القيمة، شي قاعد اللي ينقال، قال لي انتم احنا بما ان بلد نمتازوا بالدين والاخلاق دائما لا ينتموا، في ذي الفترة وركت اياها، ذي الملاحظين لابد يتم فمشي ينقال. هاي القضية عندها محورين اساسيين، وهذا المحور هو محور التصفية السياسية اللي تناول الخوشي منها، اللي هاي التصفية السياسية اللي أول شيء بدأت به هو حملة الشيطنة. يقال نحن ما لنا لا ننسى بكاء الرئيس في خطابه وشهادته، يقيرش احنا هذا البكاء العدل الرئيس لا هنا فهمه الا متأخر، عرفنا انه بكاء الأطلال علاقة 40 سنة، علاقة اجتماعية قوية، علاقة صداقة، علاقة ربطة قبائل وربطة جهات، ونصهروا فيها ياسر من 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 الأحاسيس من النجاح والفشل والإسراء. هذه العلاقة بكان الرئيس على نهاية قلنا احنا يواجع ما فهمنا من التالي، معناه انها نهاية علاقة 40 سنة يواجع بإذن الله، عاقب خطأ عاقب ذا البكاء وذا العناق اللي شفنا ما بطينا، بدأت حملة الشيطنة اللي انتفقت فيها لما ولا نفصل فيها حتى بيدي كل حد يعرفها. هذه الحملة مجرد دخان اللي ينطبخ التح
ذاك اللي يعدل التاح اللي هي لجنة تصفية الحسابات. وبما أننا نتناول الجانب الأخلاقي، هذه اللجنة من الأخلاق أنا قاعدين أدراه نحاسب حد والله لا ينعدلش على قناطي يعني نفسي فرصة من أدراه لا ينعدل مقنع. أنا نين نكحز لا ينحاسب حد واللي المكن فيها أعدائه، أنا من نفسي ما صفت أنا قاعد نفسي بيلي الناس الرأي العام لا يخرصني لا ينقال لك ده ما منطقي. أنت لا يتحاسب على شخص ونين تتمكن تمكن فيها أعدائه، أعدائه اللي نتيجة لأنهم هم أنفسهم عنهم ملفات فساد، ملفات وقطوا وقالوا على الفساد، عندهم ملفات عند القضاء، هذه هي اللي استعانت عندهم حسابات سياسية لأنهم زمقوا من فترة معينة، عندهم خلافات إيديولوجية قاع كلها ما كلها منتقم وفيها اللي منتقم من رؤساء سابقين. معناه أنك أنت نين تقبضي الجماعة وتحاول أنك تعدل منها لجنة تقنع بها الرأي العام، هذا هو أول فشلهم. هاي اللجنة ما قنعت الرأي العام واكتشفها من نهار الأول. النقطة الأخرى هي على أن ذا الانفلات الأخلاقي اللي بدأ مسلسل إلى نهاية اللي نحن نركش فيها نهاية المحكمة. المضايق بدت بالمضايقات وهي سلب الحريات وتكميم الأفواه، وخصوصا على أن الرئيس متنع اللي هو عاطي الحريات متنع من أنه يقدم وجهة نظره للرأي العام، ومتنع من تعديل مؤتمر يقير في نفس الوقت مولي وعدلوا شيء من داء أخلاق كيف قطع الكهرباء، هذا ما محوج عليه شيء. استهداف كيف متابعته في الشوارع، هذا ما محوج عليه شيء. من ثم رئيس تعرفوه وكلفته بالرقابة القضائية وماشي ليعدلها. الاستفزاز الثاني شنو دواعيله؟ ثانيا هذه الرقابة القضائية اللي انفرضت عليه صاحبها ايضا مولي نوع من قلة الاخلاق، خصوصا عنين كحزوا للرئيس وفرضوا عليه ولا نتكلموا عن الاخلاق، فرضوا عليه لانه يوقع فوقات الحر وهي محاولة حد يقبل رجل 60 يعرف امراضه ويقولوا تم يوقع في الصيف في الساعة 2 ولا يقطع مسافة معينة. هذا كان قصد به لهم يفصلوه هو سياسي، يفصلوه عن الشعب اللي نين تلاو ولحظات تقوطر هيش عليه الشعب وحصر عليه وقادوا قاع واحدين سبحان الله يقدموا له ملفات ويدوروا ياسا من الطلبات. هذا اضطر النظام لأنه إذا هو له حقيقة هذا ما هو مجدي الرئيس تملى عنده شعبية. وأنا بعد في النهاية نقول قضية محمد بن عبد العزيز اللي يعاني بها هو التفاف الشعب الموريتاني عليه، إذا كان الشعب الموريتاني ما التف حوله والمذالم قاعد تصل معاه. النقطة الأخرى هي انتقال أن الرئيس لابد قاع نهائيا من يحيد عن الساحة السياسية باش بعلنهم بدؤوا في سجنه، وهذا السجن يا واجعة. أنا نقتصر لكم ياسر من شيء، هذا السجن أنتم ذا كامل تعرفوه، هذا السجن يا واجعة ما أظهر فيه شيء من شي قال له الحقوق السجناء، وحق رجل حكم الدولة 10 سنوات، وحق رجل حسب اللي يقولوا هما مازال متهم بيدي هما المتهم على الأقل بريء حتى تثبت إدانته. هذا المكان للسجن غير لائق، متنع من 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 ممارسة الرياضة، متنع من أشعة الشمس، وهذا كامل هو الأسباب اللي أدت عاقب ذاك المرض الرئيس بشهادة الأطباء. معناه أنها حسب مفهوم اللي تصريح الطبيب لأنها حكما محاولة اغتيال، والله محاولة بعد محاولة أن الرئيس على الأقل اللي لما توفى لا قدر الله يؤد عاجز. وإحنا قاع حامدي مولانا اللي الرئيس مراق ذيك المرحلة بيدي ولا قدر الله قدر الله لكان خلق له شيء مقرشين هم لا يعدلوا عملية انتحار، مقرشين على أن الرئيس كان خلق له شيء يدور يجو ذاك الوقت جايبين وكيل جمهورية ويجيبوا شهود ويجيبوا التشريح كي ذاك اللي يعدلوا في قضاياهم كاملة ويقولوا هذا الرئيس انتحر وتوه ينطوى الملف ولا وتوه المرد. وقطعا هم ما لا يجبروا حد مولي يشد أخباره، هذا حامد إن احنا عليه مولانا اللي العناية دائما في صف لأنه مظلوم. لا ينجول الطب وهي كما قلت تواصل منهم بدء تصفية سياسية تصفية جسدية، ولأن نجاح دينها تصفية جسدية بهلي انت تقبل راجل وتمشي في اوقات الحر وتعرف ان فيه الضغط وتعرف انه معرض لياسر مشي، معناه انك اكيد
دوروا لا ينصاب مرض يسوع شنو. التصفيه الجسديه تمت لا متواصله واسمه اثنين مرض الرئيس من الاخلاق نحد مرض حذا حق يعملوا قاعدوه. نحن نعرفوا ان الحرب شرف قاع يخلق فيها الشرف. والناس الاولى كانت راس اهل رقم جاهليتهم ان عندهم حدود شرف في الحرب. نود حد مرض حذاك حد يسوى قاع شنهي علاقتك به ويسوى انتقامك من ما تخليه ينزف كذا من الساعة إذا الثالثة والله ذاك من الليل حد انك بلقت بعدينين انتوما من روسكم خلعتوا الى روسكم ومنعوا من السفر ومنعوا من السفر للعلاج وترهيب اسرته اللي كلها ينفرض اليه انه يقول شيء ما يبقى يقوله غير انفرض اليه به اللي يهدد استهدافه واستهداف اسرته. استهداف ذا كان انا مهم عندي ان هاي الاسره تعرضت لشيء من الضغوطات مع الرئيس انه حتى هو في الطب جو واحدين فمات اياها من 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 ذا النظام يهدوا ويجوه يتوعدوا ويجوه ذا ويهدوا اسرته ويهد حتى انهم يفرضوها اللي يمرقوا البيانات اللي ما عندهم بها قناعه يقين هما حد قال لك انك هنين ما تقول كذا والدك ما تيجي تشوفه والله اخوك ما تيجي تشوفه والله ما تعرف منين والله كذا انت ليه تضطر تقول كل شيء. هذه تصفيه الحسابات تمت لا مستمره وتمت التصفيه الجسديه مستمره مع الرئيس وحتى الى الان مازال بينين يشوفوا في المحكمه نحن في المحكمه جيناها متخوشين منها بعض منا متخوشين لان المحكمه بين ذا الينقاء وبين انها نعطاتها 4 سنوات هي يحشد لها ويرتفد لها وينطرح لها. اكيد هذو الناس عندهم مشي من الادله ما يعملها قاع. نحن نعرفوا انه هو بريء ونعرفوا انه مظلوم لان نعرفوا انه هو متمكنين من السلطه ونعرفوا يقدروا يعدلوا ادلتهم متقونه ومحبوكه مشي ما وخالي. يا قرينين جينا اللي هي نقاع مرافعات ما هي خارقه لا للساء موكلين اليها ذا اللي يقولوا هما الطرف المدني خصوصا واللي رايت والسيديه واحد فما معاهم هذا بعد من ابرازها هما قاع كاملين قالوا بعد من ابرازها هذه للساء اللي داخل المحكمه هي قاع اللي الشعب الموريتاني مثلا نبهته وخلعته. لماذا المحكمه مكان محترم؟ لماذا يرضى رئيس المحكمه ان يقعد قدامه متهم بذا الحجم وهو ينقال له السريريك وينقال له يتم استفزازه قال نحن فاهمينهم الناس. الرئيس الحمد لله فلت من المرحله الاولى وضرك عادوا هامهم على انهم يواصلوا يعطيهم مولانا لا قدر الله يخلق له ضغط والله تخلق له جلطه والله يخلق له. احنا فاهمينهم مشكله نحن فاهمينهم هم فاهمين انهم ذا اللي يلعبوا به اللي ما نحن راضيين به واللي مستنكرين انه يقعد داخل المحكمه والما انا راضيين به والمستنكرين انه يعود امام الراي العام ما تكلم حد والناس اللي تقول انها قضات والناس اللي تقول انها محامون والناس اللي تقول هم حقوق الانسان عن اي حقوق الانسان. احنا ما قط قضيه العبد العزيز ما قط سمعنا حد متكلم فيها عن حقوق شيء يسوى هو شنو. شفنا لا الناس ساكته كامله ما واللي تكلم حتى انا المحاميه جايه تدافع حقوق الانسان المنظمين قاع لا للمنظمات اللي هون حتى المحاميه المحترمه اللي جايه الدافع ما سلمت يا كاش يا كنا ندمر اخلاقيا في الداخل وترتفد الصوره مالي اخلاقيا للخارج. احنا هون امام قضيه سياسيه والشعب الموريتاني كما قال الرئيس باشا افتر منها نهائيا واللي ندوره هذا الملف ينقفى. واخر تطورات للقضيه هو هجومهم على الوالد عبد العزيز والعلية انتقام لاشخاص معينين اللي هما من هيئه هذا الطرف المدني منتقمين لهم باللي هاي الدار موجوده هكذا من السنوات معناها بلا معنى اود نحجز اذا كامل وهم نساوها بلا معنى اود نحجز اذا كامل وهم نساوها معناه انهم تذكروها ما تذكروها باللي بحرهم اللي ينتقموا به عاقب ذاك العدل شهاده العدل الوزير اللي وزيره الحيموده عدل كادر زلزال كما قال احد الاخوه على انه رفض نقل الصوره مباشره للرئيس. الرئيس جاته صوره حقيقيه وظهر من شهاده حيموده على ان احنا كنا دائما نسولوا
من المسؤول الحقيقي عن شيطنة الرئيس؟ من المسؤول الحقيقي عن تصفية الحسابات؟ من المسؤول؟ ومن خلال الوزير السابق حيمودة مع كامل الاحترام عرفنا وتأكدنا اللي كان في خلال أن المسؤول الحقيقي هو الرئيس محمد الشيخ والقزوان. شكرا لكم. معذرة الصلاة. لا ينصلوا تو نكملوا.